رمضان كريم عليكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة تغطيات الشرقية نيوز لبرنامج عين على رمضان. نحن اليوم في قضاء الشطرة شمال الناصرية في سوقه الكبير، ويعتبر هذا السوق أحد أهم المراكز التجارية في محافظة ذي قار، يقصده المتبضعون من الوحدات الإدارية القريبة لقضاء الشطرة بالإضافة لسكان قضاء الشطرة. فابقوا معنا. يلا بشلون ترى؟ السلام عليكم.
مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا من سوق الشطر الكبير، والآن نلتقي بأحد أصحاب المحل التجارية ليحدثنا عن طبيعة السوق. رمضان كريم عليكم، عليك إن شاء الله، الله يسلمك، رحم الله والديك. الأيام الأخيرة من شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يتقبل طاعاتكم وطاعات جميع أهلنا في قضاء الشطر. بالبداية حدثنا عن هذا السوق وطبيعته وطبيعة الناس اللي ترتاده. طبعا مدينة الشطر مدينة عريقة تمتاز بجماليتها وتمتاز بناسها الطيبين وتمتاز بأهاليها اللي كلهم طيبة. حتى أحكي حكي مختصر عن الموضوع، هالأيام الحمد لله وشكر السوق في وضع أحسن، ولو ماكو دعم من قبل الحكومة من ناحية الرواتب ومن ناحية الهاي، بس لا الحمد لله وشكر أفضل زين لولا. هاي وحدة. الشيء الثاني نتمنى دعم من الحكومة من ناحية الكهرباء، لأن الناس شوية تعبانة بسبب الأجواء الحارة زين لولا. فأتمنى من الحكومة أنه تلتفت لهذه المدينة العريقة، خصوصا أنها مدينة تاريخية وأعطت كثير من الشهداء وكثير من التضحيات زين لولا. وأنا طبعا نايفاتني أوجه شكري وتقديري القناة الشرقية على برامجها الحلوة، بحيث أنه العائلة كلها مستمتعة بها، وأشكركم جدا. طيب يعني هذا السوق طبيعة الحراك التجاري فيه؟ والله هو سوق قديم، يعتبر هو السوق المسقف اسمه، وسوق قديم المدينة الشاطرة، وهذا يرجع تاريخه من قبل تقريبا 50 سنة 60 سنة زي لولا. وناس اللي بالسوق جاي تتوارث هاي المصالح وهذا العمل يوم من بعد يوم زين لولا. والحمد لله وشكر الوضع مستتب والأمن مستتب وحركة العمل حركة تجارية وجيدة جدا. طيب يعني أغلب الأسواق العراقية بدأ يغزوها المستورة، السلع المستوردة، هذا السوق حدثنا يعني بقى محافظ على الصناعة المحلية؟ والله هي هاي المشكلة، احنا للأسف ما جاي ندعم المنتوج العراقي بسبب شغلات بسيطة جدا، لو دعم من الكهرباء. يعني أغلب الآن بالنسبة لي صاحب محل أحذية شحاطة زين لولا، من اروح للرصافي واسوق من عنده القي بس البضاعة المستوردة اللي هي الصينية التركية زين لولا السورية، وهذا الشيء الخطأ. نتمنى من الحكومة ان تدعم المنتوج العراقي. يعني وين راحت ايام باتة قبل كان الجلد الطبيعي اللي الناس تستمتع به واللي الحذاء على الاقل تبقى فت سنة كاملة باقي بلبسها؟ هسه هاي البضاعة اللي هي صينية صحيح هي سعرها مناسبة مو كلش غالية، بس للأسف ما جاي يصير بيها متانة بسبب رداءتها من قبل المستورد. نعم. طيب يعني إذا تحدثنا عن شهر رمضان بالنسبة للعائلة في مدينة الشطرة، نعم، يعني العادات والتقاليد الموروثة القديمة بقت محافظة عليها لو يعني؟ طبعا لا. بالنسبة لمدينة الشطرة تعرف بسبب الأجواء الحارة احنا بالنسبة لنا وقت الصبح شوية الحركة التجارية للسوق بتكون قليلة، الناس تعبانة، اكو سهر من قبل العوائل على ايام رمضان على البرامج زين لولا. تجي العصر الناس تبدي تطلع تستبضع بضاعتها
وتسوق بضاعتها. بالليل تصير حركة عندنا كلش قوية، خصوصا انه اغلب المحلات تظل حد الساعة الواحدة ليلا. زين لولا والحمد لله ما الشكر، الوضع كله زين وماشي. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يسلمك. اشكرك. اشكر قناة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. طبعا هذا سوق الشطر الكبير اللي هو يسمونه السوق المزقوف عندنا بمدينة الشطرة. طبعا هذا تقصده من جميع الأماكن، من القرى ومن الأرياف، سوق يلم به الخياطين، القماشين، يعني الكماليات، الخضار، البقوليات، يعني أفضل شيء هو هذا الموجود يعني عندنا بالجسم. هذا تقصده يعني من جميع المكانات، سوق الشطر الكبير هو هذا يسمونه. طيب يعني الحركة الاقتصادية بالسوق بشهر رمضان تغيرت لو بقت يعني على طبيعتها؟ لا لا لا، نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء، خاصة يعني في فترة قبل ما قبل الإفطار يعني الناس تطلع، يعني نفس الشيء. أول لأن هذا السوق كل شيء، يعني خاصة إذا قرب العيد، لأن هذا سوق الخياطين، القماشين موجودين به، الكماليات، يعني يلم جميع المواد. هو هذا سوق الشطر الكبير، سوق المزقوف. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في سوق الشطر الكبير، والآن نلتقي مع أحد أصحاب المحال التجارية الأخ حسن الكناني. رمضان كريم عليكم حسن، حدثنا يعني عن طبيعة سوق الشطر الكبير. حياكم الله. بداية رمضان كريم عليكم وعلى جميع العراقيين وعلى قناة الشرقية. حقيقة سوق الشطر بصورة عامة، سوق الشطر الكبير له طعم خاص في شهر رمضان. لاحظ احنا بداية شهر رمضان تكون الحركة الصباحية قليلة جدا، ما عدا الموظفين وأصحاب المحلات التجارية، باقي المواطنين لا، تكون حركة قليلة جدا.
الحركة القوية اللي تبدأ بالسوق هي بعد الساعة الرابعة الخامسة للتبضع وشراء المستلزمات الخاصة بمائدة الفطور العراقية، أنشط حركة هي بعد الفطور. بعد الفطور تكون حركة جدا قوية. طبعا الأسواق متعددة عندنا في مدينة الشطرة باعتبار هي متميزة بتوحد السوق، يعني هناك سوق الخياطين، هناك سوق القماشين، هناك سوق للصاغة وبيع المصبوغات الذهبية وغيرها، هناك سوق الخضار. نلاحظ هناك توجه كبير على الأسواق للتبضع لملابس العيد للأطفال، تبضع للمأكولات اللي خاصة بأيام الأعياد. هناك توجه من باقي الأقضية والنواحي المحيطة بقضاء الشطرة تتبضع من هذا القضاء بصفة الجملة أو المفرد. فنلاحظ هناك لو كانت لكم تغطية بعد الفطور تكون يعني زحمة جدا قوية في الأسواق، في كل الأسواق. شارع العدل كذلك يتميز شارع العدل بكثرة المحلات التجارية، ملابس النسائية، محال المثلجات، المقاهي تفتح عادة بعد الفطور. الأجواء رمضانية جميلة جدا في قضاء الشطرة، وسوق كاقتصاد وتبضع حركة جدا قوية. طيب يعني إذا ما ابتعدنا عن الأسواق، طبيعة يعني العلاقات الاجتماعية بين عوائلنا في شهر رمضان؟ لا زالت بعض العادات محافظ عليها من قبل يعني الشعب الشطري، خلينا نقول يعني مستوانا على مستوى قضاء الشطري، لا زالت تتبادل فيما بينها بالأطعمة بين الأقارب بين الجيران، يعني نوعا ما اكو موجودة هذه الحالة. طيب يعني إذا ما سألناك سؤال شخصي، يعني أنت المعروف عنك أحد قراء القرآن الكريم، نعم. يعني الحركة أو قراءة القرآن في شهر رمضان، يعني باعتبار شهر رمضان ربيع القرآن، يعني ممكن تحدثنا عن هاي؟ نعم، هناك طبعا عدة جهات موجودة مسؤولة عن قضية القرآن ونشر علوم القرآن. طبعا عندنا هيئة القرآن المستقلة في قضاء الشطرة، وعندنا المجمع القرآني، وفتح أكثر من دار لتعليم وقراءة القرآن الكريم. هناك جلسات مستمرة من يوم 1 رمضان بشكل ختمة يومية. هيئة القرآن اللي أنا عضو أحد أعضاء هيئة القرآن في قضاء الشطرة، جهزنا ما يقارب أغلب الحسينيات والمساجد المتوزعة في قضاء الشطرة بنظام الختمة اللي قبل الصلاة، اللي نبدأ بها تقريبا من الساعة 5 حتى 7 بمعدل جزء يوم، جزء واحد في كل يوم. بعدها يوم 27 في رمضان، يوم 15 رمضان ولادة الإمام الحسن عليه السلام، وليلة 27 هناك مسابقات ومحافل قرآنية. يعني نوعا ما الحركة القرآنية في قضاء الشطرة في تحسن، في ازدياد، يعني لا سيما تعاون المواكب يعني في نشر هذا يعني النشاط القرآني في قضاء الشطرة. يعني أكثر الفئات العمرية إقبالاً على الحركة القرآنية بحكم تجربتك؟ يعني احنا هسه يعتبرونا من الجيل الرواد حاليا، انا يعني عمري يعتبر من ان ما شاء الله الان البراعم وفئه الناشئين والشباب حاليا يعني ما شاء الله تزايد بالاعداد. وهي عندنا طبعا بها قاعه بيانات، وشارك عندنا اخر مشاركه عندنا بقضاء الشطره، اختير القارئ حسين علي فرحان كممثل عن محافظه ذي قار في مسابقه امير القراء اللي مسؤول عنها العتبة الحسينية المقدس. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم وحياكم الله. اهلا وسهلا يا عمي خليل. اخرنا بزيارة هذا الشيء. السلام عليكم.
لباش الفرد مرة اهلا وسهلا بالشرقية اهلا وسهلا بالنسبة للشطرة تاريخها قديم جدا قديم يعني، وكأنما أكثر الأسواق شيوعا بالنسبة للمواد بالنسبة للبناء بالنسبة لهذا السوق، سوق العباشية اللي احنا به حاليا كبناء آخر بناء إليه بالخمسينات، كبناء خمسينات بداية الخمسينات انبنى هذا البناء مالته، بس سابقا هم كان مبني بس ليس على الإطار هذا، كان البناء غير هالبناء هذا شوية يعني مو متقدم البناء مال هذا. البناء الجديد بالخمسينات ولحد الآن هو حاليا أهم المهن اللي بسوق الشطرة. الشطرة بتشتهر بالعقال وتكرم بالأحذية، سابقا ستينات سبعينات إلى تقريبا للثمانينات
حاليا مهنة الشحاطة انتهت لأنه غزتها هاي المواد الجديدة والكذا والشحاطات، بس بقى العقال الشطرة متميز، العباية والعقال متميزات بالنسبة للقضاء الشطرة. بالنسبة للعباية، العباية احنا مهنتنا هاي من الخمسينات لحد الآن بها. العباية تتجزأ من عدة أجزاء، عباية والتسميات لها هواية تسميات، مزوية، عباية خاتشية، هدم، هواية التسميات لها، وينقسم شتى وصيفي وقسم صيفي. هذا ينحاك حياكه باليد. حاليا تقريبا منقرض، بس غزاء هذا المعامل، غزة المعامل هذا مو افضل، اقول لك لبسه انزك واحسن وما ما يتشوه باللبس بالايام الشرجية، يعني مثل ما تقول قلت بالمثل غزة واللبس. بالنسبة للحياكة القديمة انتهت، اول شيء الحايك مو ذاك الحايك الاولي، هسه هذا الجديد افضل وارخص بهواية، يعني عشرات الاضعاف ذاك اكثر منه، وهذا الجديد بالنسبة للمعامل افضل من عنده. هاي اللي مهن اللي نعرفها احنا، ولا هي هواي مهن، بس اهم المهن هذه بالنسبه للعبايه، العقال، تكرم الشحاطه. طيب يعني بالوقت الحاضر سوق الشطره يعني نعم. خلال شهر رمضان بقى محافظ على حركه التجار؟ لا بالنسبه لشهر رمضان كل الاسواق تقريبا تكظ، لان الناس اكثرها صيام والجو حار، يجوز ورا العشرة الأخيرة يبدأ السوق يتحرك، ورا العشرة بالعشرة الأخيرة من رمضان يبدأ السوق، وإنما العشرة الأولى والثانية يعني تقريبا السوق نقول تقريبا منتهي قليل، إلا للضرورة بس، ولا الناس ما تحب تطلع وما تحب تذهب. أي كمواد غذائية يجوز، بس أنا حاجي كمواد كمالية، كمواد غذائية لا متواجدة، يعني هاي متوفرة يعني بالنسبة للسوق، بس كمواد كمالية لا، العشر الأخيرات شوية يصير بين حركة تقريبا. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام جولتنا، نلتقي في جولات لاحقة، إلى اللقاء. My body, yeah, my body, my body.